أخبار اليوم. نشرة الأخبار، أهلا بكم. الرئيس يشارك بالقمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بالرياض. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي انطلقت فعاليتها مساء اليوم في العاصمة السعودية الرياض، وتعد هذه القمة فرصة جيدة لتنشيط وتفعيل علاقات التعاون بين مصر ودول أمريكا الجنوبية في كافة المجالات، وتبادل وجهات النظر مع ملوك ورؤساء الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية حول وسائل وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم. رئيس الوزراء: لا نملك رفاهية الوقت في تنفيذ المشروعات التنموية. أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على اهتمام الحكومة بملف الخدمات وإعطائه الأولوية خلال هذه المرحلة، وشدد على ضرورة الإسراع في معدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي تعود بالنفع على المواطنين سواء بالمدن أو القرى، مؤكدا أنه لا تهاون مع التأخير في عمليات تنفيذ المشروعات، مضيفا أننا لا نملك رفاهية الوقت. وزير الداخلية يبحث تأمين المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية. عقد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية اجتماعا مع عدد من مساعديه ومدير الأمن لمراجعة محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين مجريات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بالتعاون مع القوات المسلحة. كما أعرب مجدي عبد الغفار وزير الداخلية عن ثقته بأن رجال الشرطة يعون جيدا طبيعة التحديات الأمنية الراهنة، وأن ما يقومون به من تأمين الانتخابات ليس عملا أمنيا بل واجبا وطنيا. رسميا سامح عاشور نقيبا للمحامين. أعلنت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على انتخابات نقابة المحامين فوز سامح عاشور بمنصب نقيب المحامين لدورة جديدة، وذلك بحصوله على 22,987 صوتا، فيما حصل أقرب منافسيه المحامي منتصر الزيات على 17,120 صوتا. النيابة العسكرية تخلي سبيل الصحفي حسام بهجت. أخلت النيابة العسكرية اليوم سبيل حسام بهجت بعد أن استمعت إلى أقواله فيما يتعلق بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة وتكدير السلم العام. وإلى نشرة الأحوال الجوية، استقرار الطقس المعتدل حتى نهاية الأسبوع. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس الأربعاء خريفي لطيف على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على المحافظات الساحلية وشمال الصعيد ومحافظات سيناء خلال ساعات النهار، وبارد ليلا على كافة أنحاء الجمهورية. كما يستقر الطقس حتى نهاية الأسبوع الحالي، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تخلو جميع أنحاء الجمهورية من الأمطار باستثناء شمال سيناء ورفح والعريش. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.